وجدت إحصائية عن الجريمة أن هناك رجل يقتل كل 3 دقائق. ده رجل غلبان قوي، كل 3 دقائق يقتلوه. يا صبروا طولة بال والله. الدار دلوقتي الدار، يلا اهرب على بيتك 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 بيتك. مش قلت لك مليون مرة يا معفن ما تقعدش مع الرجالة قدام البيت؟ يعني أنا لقيت ستات أقعد معاهم وما قعدتش. ودي منظر كائنات تقعد مع ستات؟ ست غيورة ونفسنا. أيوة. ما لو شافت الستات اللي ستات اللي صحيني الساعة 7 الصبح عشان عندي طيارة. أوكي. طيارة. سلام عليكم وعمار يا مصر. عمار سلام عليكم. دي الطيارة اللي حصيت. الله اكبر. يا كوسة مش قلت لك يا ابو سامية اقطع فيرست كلاس وافرد ظهرك ورجلك ولا تقطعش بيزنس واللي قدامك يقعد على حجرك. انا اكره القليل حتى في العين. يا اختي مش دي الطيارة اللي حصين؟ ايوه يا فندم، والترانزيت هيبقى في مطار شارل دي جول. الا قوليلي كرسي المعلم ابو سامية صح كده يا شابه؟ ممكن اشوف البوردنج بتاع حضرتك ايه؟ بودنج ايه يا اختي؟ هو احنا لسه كلنا عشان نحلي. وانا اختي وحياة ابوك عايز عيش بغموز وكوباية شاي. ارجوكي انا في عرضك، انا مش هقدر اقعد جنب دول 5 ساعات. انا ممكن يجرالي حاجة. وحياه اغلى حاجة عندك، انت كوافيرك اسمه ايه؟ أس تنجميني في اي حته تانية. ان شاء الله في ظل الطياره. انا اصلا فاضل من الطياره كلها كومبلي، بس هشوف اقدر اعمل حاجه. كوفي ارجوكي. ابويه عاوز العب جيم. تلعب ايه؟ علم دم. تلعب على ايه؟ ده يا اختي انت بتعملي في الواد كده ليه؟ لا دي عيال متربيه على الغالي. ودي بتعمل ايه دي الاخرى؟ طب ما يقولوا لنا نتشاهد احسن. مالك طرية كده؟ شايفة البنت المضيفة؟ بميت راجل راحة جاية راحة جاية صحتها بوم. أشوف فيك يوم كل أعوذ برب الفلق. النهاردة الخميس نجمة خفيف. طنط أنا عاوز أدوس. هش هش روح العب بعيد. أنا عاوز أدوس يا أختي. ما تسيبيه يدوس ولاك منه جديد وغالي. يخيب بيتك. مالك يا اختي متعنطز على ايه من ساعة مركبنا؟ طبعا ما انش حطالي الاحمر والاخضر وعملالي بقك ومصغرالي مناخيرك ونفخالي. لا يا حبيبتي كل ده طبيعي، انت عارفة اللي انت بتتريق عليهم. كل ده متكلف كام؟ على شونة يا اختي، فلوسك راحت على الارض. ده هم 2 رضاعة وهتتحصري على المصاريف. هو انا عبيطة؟ بالمناسبة بنصحك باللبن الصناعي بيوفر في العمليات. يحكوا عليك يا اختي، ما انت ما شفتيش صورتي وانا كان فيه في حلاوتي اهو. اتفضلي. ايه ده؟ واو دي انتي؟ وايه اللي حصلك؟ دخلتي في تريلا؟ لا يا اختي دخلت في المعلم. طبعا ما انت اللي يدور عليك يلاقيكي ما انتش متجوزه لا عيل ولا تيل ولا رضعه ولا بامبرز ولا قرف. الهي يا رب اشوف فيكي 10 ايام وسط العيال والرضعه والتطعيم وراجل 2 شهر وكرشه يتدلدل وحاله يتقندل وشخير واصوات طول الليل اشي من مراخير واشي من الحته التانيه. اوه برافو برافو. عايزه انام بقى. نامي نامي يا اختي، ما انت ضامنه انك هتصحي متهنيه. لكن لو عارفه انك هتصحي زيي ما كنتش افترتش على مخاليق ربنا. خلاص انا عندي مؤتمرات وشوبينج. شوبينج للركب. سينيهات نامي يا ام شوبينج.
نامي يا مسنيهات ومؤتمرات.